أهلا بكم مشاهدينا الكرام. لماذا تعيد واشنطن الحديث مرة أخرى عن فكرة الكونفدرالية الفلسطينية الأردنية بعد 46 عاما على طرحها؟ لماذا الآن؟ وهل هي خطوات جديدة باتجاه تصفية القضية الفلسطينية؟ ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا. كشف صحيفة هارتس الإسرائيلية أن الرئيس محمود عباس قال في لقاء مع نشطاء من اليسار الإسرائيلي إن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات طرح عليه إنشاء دولة كونفدرالية مع الأردن. ووفقا للصحيفة العبرية فإن عباس أكد أنه سيوافق على المقترح شرط انضمام إسرائيل إلى الكونفدرالية. من جانبها رفضت حركة حماس موقف عباس من الكونفدرالية بوصفه تصفية للقضية الفلسطينية وتفريطا بالقدس وحق العودة، واعتبرته خروجا عن الإجماع الوطني ومساسا بالعلاقات الأردنية الفلسطينية. فهل يؤمن عباس حقيقة بإمكانية قيام هذه الكونفدرالية؟ ولماذا اشترط انضمام إسرائيل لها؟ وهل هي تصفية لحل الدولتين؟ في إطار حربها على الفلسطينيين، تواصل الإدارة الأمريكية وبصورة متعاقبة إصدار قرارات أو طرح مقترحات تصب في جلها لصالح إسرائيل. فضمن خطة السلام الجديدة، اقترح البيت الأبيض على الرئيس الفلسطيني محمود عباس إقامة كونفدرالية مع الأردن. المقترح جاء منذ أشهر، إلا أنه كشف عنه خلال اجتماع له مع نشطاء اليسار الإسرائيلي في رام الله. هذا مشروع طرح لتصفية إمكانية أن تكون هناك دولة فلسطينية، وبالتالي هو يريد أن يعني يزيح عبء الفلسطينيين على الجانب الأردني وخصوصا من الناحية الأمنية. بالتالي حين يصر الرئيس الفلسطيني على يعني استخدام إسرائيل إلى هذه الكونفدرالية، حقيقة الأمر هو يصر على إفشال هذا المشروع. الرئاسة الفلسطينية قالت إن فكرة الكونفدرالية موجودة منذ العام 1984، وأن موقف القيادة منذ ذلك الحين وإلى الآن يؤكد أن حل الدولتين هو المدخل للعلاقة الخاصة مع الأردن، الأمر الذي انتقدته حماس واعتبرته مساسا بالثوابت الوطنية. حديث الرئيس عباس عن علاقة طبيعية بقادة الشباك وقادة جيش الاحتلال ثم قبوله بكونفدرالية تجمع فلسطين والأردن وإسرائيل هي حديث خارج السياق الوطني، هي تشجيع لجهد الحكومة الإسرائيلية للاندماج في المنطقة وتطبيق لرؤية اليمين الإسرائيلي الذي يرى في السلام الإقليمي أولوية له. أيضا هي تشجع الإدارة الأمريكية على اتخاذ مزيد من القرارات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. لم تكشف السلطة الفلسطينية عن تفاصيل المقترح، إلا أن صحفا أمريكية أشارت إلى أن الجانب الأمني هو عنوانه الرئيس، بحيث تقع المسؤولية الأمنية على عاتق الأردن للضفة الغربية، وهو ما ترفضه عمان مشددة على موقفها الثابت من دعم حل الدولتين. سنوات بذلتها القيادة الفلسطينية في سعيها لتحقيق حل الدولتين ودعم إقامة الدولة الفلسطينية، تبددها الإدارة الأمريكية بمقترح ضمن خطتها للسلام، كونفدرالية مع الأردن ترفضها الأخيرة. أما الخشية من ضغط قادم يمارس على الفلسطينيين لفرضها في إطار الدعم الكامل لإسرائيل. يارا العملي، التلفزيون العربي، رام الله. وللمزيد ينضم إلينا من عمان الدكتور صبري ربيحات، وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الأسبق. كما نرحب بما ينضم معنا من نابلس السيد منير الجاقوب، رئيس المكتب الإعلامي لحركة فتح. أهلا بكما. على أن ينضم معي لاحقا في هذه الحلقة ضيفنا من غزة سيد حازم قاسم، متحدث في حركة حماس، ولكن لاحقا. ولكن دعني أبدأ معك بداية سيد منير الجاقوب، الرئيس المكتب الإعلامي لحركة فتح. هذا الاقتراح يعني لماذا جاء الآن، وما حيثياته بالضبط، و يعني ماذا لو قبلت إسرائيل فعلا بهذا الاقتراح؟ بداية، على ما يبدو أن يعني الإعلام الإسرائيلي قد تأثر به القريب والبعيد. يعني ما حدث بالضبط والرواية الدقيقة بأنه كان هناك يوم أمس اجتماع للسيد الرئيس محمود عباس مع مجموعة من نشطاء السلام الإسرائيليين
في مقر الرئاسة في مدينة رام الله. تحدث السيد الرئيس عن معوقات قيام الدولة الفلسطينية، تحدث عن الضغوطات الأمريكية، تحدث عن محاولة تصفية القضية الفلسطينية، وطرح في موضوع التصفية أمور كثيرة. طرح بأن الأمريكان قالوا بأنهم يريدوا بداية دولة متدحرجة، ثم قالوا له بأنهم يريدوا كونفدرالية مع الأردن، يعني هذا ما طرحه الرئيس محمود عباس، وقال لهم بأنني أجبت الوفد الأمريكي وقلت لهم إذا كنتم تريدون كونفدرالية مع الأردن إذن لتكون إسرائيل شريكة في هذه الكونفدرالية. ماذا يريد الرئيس محمود عباس، أو لماذا قال هذا الحديث؟ قاله يعني بصريح العبارة الكونفدرالية تجوز بين الدول معترف بها، بالتالي عندما تحدث هو تحدث بالسياسة، ولكن للأسف الشديد خرجت من هنا ومن هناك بيانات، سواء من الإخوة في حركة حماس، من الشارع، من كذا، يعني الجميع لم يتحقق ماذا قال الرئيس محمود عباس. الكل ذهب خلف الرواية الإسرائيلية يلهث، وكأنه وجد شيئا ثمينا يريد أن يتحدث به. أنا أقول لك موضوع الكونفدرالية ما بين الأردن وفلسطين، بالمناسبة كما تحدث بالأمس بيان الرئاسة، هي غير مطروحة الآن نهائيا على جدول الأعمال الفلسطينية. المطروح الآن هو دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. بالمناسبة يعني كان هناك اتفاق وقع في عام 11/2/85 مع جلالة الملك الحسين رحمه الله، اتفاقية كاملة مع منظمة التحرير تنص على أن الأرض مقابل السلام، حل مشكلة اللاجئين حسب قرارات الأمم المتحدة، حل القضية الفلسطينية من جميع جوانبها. طيب، ولكن ما يطرح الآن مختلف، الآن ما يطرح مختلف، وربما نعم دعني فقط، هو اقترح الأمريكان ورفض اقتراحهم، رفض اقتراحهم، ولكن ما يؤخذ على الرئيس عباس أنه من موقع رئيس السلطة الفلسطينية، وما قال ما اشترط بأن إسرائيل الحديث عن ماذا لو وافقت إسرائيل وهي مجازفة بحق الفلسطينيين وبحق العودة. سأعود معك على العموم، ولكن اسمح لي فقط أن ينضم معنا من قطاع غزة السيد حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس. برأيك سيد حازم، قبول الرئيس الفلسطيني بهذا يعني بهذا المقترح، هل هو جاء فعلا عندما ضمن الشرط أن تنضم إسرائيل لهذه الكونفدرالية، جاء فعلا كرفض واضح كون أن هذا الشرط تعجيزي، وأن الجانب الإسرائيلي لا يمكن أن يكون تحت سيادة كونفدرالية منفصلة عن سيادة الدولة اليهودية كما يقولون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوفك من عمان ومن نابلس. حتى مع توضيحات الأخ منير الجهوب حول حديثه عن الكونفدرالية، لا يجب على أي قائد فلسطيني أن يتحدث عن إمكانية أن تنضم إسرائيل إلى أي تحالف أو أي تجمع في المنطقة. إسرائيل حتى لو أعطى الفلسطينيين دولة، هي ستظل دولة مغتصبة لباقي الأرض الفلسطينية. هذا الحديث أيضا جاء في سياق أخطر، حديثه عن لقاء المتواصل مع رئيس الشباك وتوافقه على 99% من القضايا، بمعنى أنه يختلف مع شعبه بنسبة 99%. حديثه عن استمرار التنسيق الأمني، بمعنى أن كل القرارات وقف التنسيق الأمني التي اتخذت سواء في المجلس الوطني أو المجلس المركزي هي حبر على ورق لا يمكن أن تطبق. هذا الحديث خطورته أنه يأتي في ظل سعي الحكومة الإسرائيلية وجهد كبير تبذل الحكومة في تل أبيب من أجل أن تصبح جزءا طبيعيا من المنطقة. هناك رؤية لليمين بأن السلام الإقليمي هو الأولوية على أي مسار آخر. بالتالي الحديث، حديث الرئيس عباس عن إمكانية أن تكون إسرائيل حتى ولو مستقبلا، حتى لو كان شرطا تعجيزيا، أو حتى بتعليلات الأخ منير بأنه ممكن أن تأتي بين دول، لا ينبغي أن نتحدث عن الاحتلال بهذه الكيفية، ولا نتحدث عن أننا لقاءاتنا مع قادة الشباك. الشباك هو الذي مسؤول عن كل عمليات الاغتيال لقيادة فتح وحماس والجبهة الشعبية. الاحتلال اليوم قتل شهيد هناك في نابلس، هو هذا الجيش الذي ينسق مع الرئيس عباس أمنيا. أيضا هذا الجهد الذي يبذله الرئيس مع جهات في المجتمع الإسرائيلي حتى لو كانت يسارية، اليسار هو الذي احتفل مع كل مكونات إسرائيل بقرار ترامب بنقل السفارة إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. كل مجتمع اليسار اليوم
أثنى على القرار الأمريكي بقطع المعونات عن الأونروا. كنا نتمنى على الرئيس عباس ألا يطرح مثل هذه القضايا وأن يصرف جهده الأساسي لتعزيز الحالة الفلسطينية وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، هذا أولى له. أما عن سؤالك مباشرة، الرئيس يعيش في حالة من التخبط لأنه لم يبقي من أي من المكونات الفلسطينية من هم بجانبه، لا انهى الانقسام ولا حقق المصالحة. آخر تجليات هذا الأمر أن يعقد مجلس مركزي بدون حضور لا حماس ولا الجهاد ولا الشعبية ولا الديمقراطية ولا الصاعقة ولا القيادة العامة. بالتالي رئيس بهذه الكيفية من ممكن أن يتعاطى مع مثل هذه الأطروحات الغريبة؟ طيب دكتور صبري، هذه الفكرة بدأ الحديث عنها، فكرة الكونفدرالية، قبل 46 عاما، ما دلالة أن يعاد طرحها من جانب واشنطن الآن؟ أنا لا أظن أن هناك طرح جدي لأي حل في الأفق يأخذ بعين الاعتبار الحقوق الفلسطينية والمستقبل الفلسطيني إلا بالقدر الذي يخلص إسرائيل مما تراه عبء، وهو العبء السكاني الفلسطيني. أما فيما يتعلق في الأرض فإسرائيل ماضية باستراتيجية واضحة وثابتة، هي القضم ثم الهضم للأراضي الفلسطينية وبصورة مبرمجة، ويصاحبها خفض التوقعات الفلسطينية والعربية للمخرجات النهائية. في كل مرة تحاول إسرائيل والولايات المتحدة أن تطرح مفهوما ما لتلهية العرب في نقاشات جانبية، مستغلين الخلافات القائمة بين حماس والسلطة وداخل السلطة والفصائل المختلفة والعالم العربي والكتاب وإلى آخره. نحن نتسلى بفكرة غير ناضجة، غير جدية، غير مطروحة، وهي كملاحقة هدف متحرك في الظلام. يعني لم يتضح بعد مستقبل الفلسطينيين ولا مستقبل الشعب الفلسطيني، ولا هناك التزام بالقرارات الدولية الثابتة واللي تحظى بإجماع عالمي. طيب، في شغل لتنفيذ الاستراتيجية الصهيونية بدعم أمريكي، وفي محاولة من وقت لآخر لطرح بعض الأفكار التي لا يقبلها أحد في هذا التوقيت، من أجل أن يقال بأن الفلسطينيين عرض عليهم أشياء ولم يقبلوا بها. طيب سيد منير، ألا يعد هذا المنطق، يعني هذا الطرح، بمجرد القبول به كونفدرالية فلسطينية يعني خاصة برام الله أو خاصة بالضفة عفوا مع الأردن، ألا تعتقد أن هذا الطرح بمجرد القبول به يعني إضاعة للحق الفلسطيني، إضاعة لحق العودة، خصوصا وأن الرئيس الفلسطيني نفسه لا يزال ناقص الشرعية الآن؟ هناك انقسام فلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية، انقسام في داخل حركة فتح، انقسام فلسطيني شتات 7 مليون خارج فلسطين، في داخل فلسطين 5 مليون. يعني أنت تعرف أن هذه القرارات ليس من السهل، أو هذه الاقتراحات ليس من السهل القبول بها هكذا من جانب رئيس جمهوري، رئيس سلطة. وبالتالي ألا تعتقد أن قبولها بالمبدأ حتى ولو جاءت بشرط تعجيزي يعتبر إضاعة للحق الفلسطيني؟ يعني أنا لا أعلم لماذا أنت مصر أن الرئيس محمود عباس قبل هذا الأمر. يعني أنا قلت لك الرواية التي حدثت، ثم طرحوا عدة أمور، من هذه الأمور هذا الأمر. لماذا أنت اخترت هذا الأمر فقط لتركز عليه في هذه الحلقة؟ هناك لا أيضا طرح سيد الدولة المتدحرجة بمجرد قبول هذا المنطق، يعني حتى لو كان بشرط تعجيزي، وحتى لو كان هذا الأمر يعني يتضمن رفضا من جانب الرئيس محمود عباس، ولكن أن تنطق بأن هذا يعني هذه الفكرة مقبولة لو أن إسرائيل انضمت، فرضا إسرائيل قبلت، ما هو الموقف؟ الموقف هو الانسحاب. الانسحاب من الأراضي الفلسطينية لعمل هذه الكونفدرالية. ما هي الأراضي الفلسطينية؟ الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا يعني هو الشرط للكونفدرالية. يعني هذا الأمر عادي أن يعني يقول الرئيس، أن يصرح الرئيس وينسحب من تصريحه؟ هذا الأمر عادي؟ من قال أن لك الرئيس؟ من قال لك أن الرئيس صرح لينسحب؟ هو اشترطت شرطا لو قبلت إسرائيل. أنت تبلي روايتك، أنت وحركة حماس والعالم وكل من هاجم اليوم على رواية الإعلام الإسرائيلي. حتى الأخ حازم
استعان بكل ما قالته الصحافة الإسرائيلية ليهاجم السيد الرئيس. على فكرة يعني هذا موضوع، لا لا لا، نحن يعني فقط نضع أمامك سيد منير، نحن فقط نضع أمامك ما سرب من جانب الصحافة الإسرائيلية فقط ونتساءل من أين سرب؟ سرب من الصحافة الإسرائيلية. هل الصحافة الإسرائيلية صديقة للشعب الفلسطيني وصديقة للرئيس محمود عباس؟ الكل يعلم بأن هناك هجمة كبيرة الآن على القيادة الفلسطينية من كل الأطراف الدولية لمحاصرة الرئيس محمود عباس، ولكنه قال لهم لا لهذه الصفقة، لا لتصفية القضية الفلسطينية. بالتالي يجب أن نكون إلى جانب الرئيس محمود عباس، لا نكون عليه ونستمع للصحافة الإسرائيلية التي وضعت لغما أرضيا اتخذه الجميع ليهاجم به الرئيس محمود عباس. بالتالي لا داعي لهذه الأسطوانة. ولكن أنا أقول لك سيد منير، محمود عباس منذ 20 عاما يعني عندما يتحدث رئيسا للسلطة الفلسطينية وهي يقول نريد دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عاصمتها القدس الشرقية تعيش بأمن وسلام، هل سمع أحد غير هذا الحديث من الرئيس محمود عباس؟ طيب على العموم نحن نضعك فيما قالته الصحافة الإسرائيلية وأيضا المتحدث باسم السلطة الفلسطينية. كل ما تريد الصحافة الإسرائيلية. المتحدث أيضا باسم السلطة، اسمح لي فقط سيد منير، المتحدث باسم السلطة الفلسطينية يقول الشعب الفلسطيني والأردني هم من يقرروا هذه الكونفدرالية، بمعنى لا يزال الباب لم يغلق الباب أمام هذا الموضوع. عند انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة نبحث مع من نعمل كونفدرالية أو فدرالية. طيب اسمح لي أيضا سيد حازم، يعني كيف تنظر إلى هذا المنطق، يعني بقبول هذا المقترح ووضع شرط تعجيزي بأن إسرائيل تقبل به هو نسف لهذا المقترح، وأن السيد محمود عباس كان يعني رافضا على الأرجح لهذا المقترح، ما تعليقكم؟ أولا نحن لا نبني كلامنا على ما تتحدث به الصحافة الإسرائيلية، لكن منذ أن خرج خبر الكونفدرالية بدأت الرئاسة الفلسطينية تؤسس لهذا الأمر، تقول أن الأمر مطروح على طاولة القيادة منذ عام 1948. في موضوع اللقاء بمسؤول الشباك كنت اليوم في مباشرة مع أحد قيادات حركة الفتح، نعم، وتحدث بشكل واضح أنه رئيس الشباك يجتمع مع أبو مازن ويطلب منه ألا يعيق التهدئة، لأنه هو ثبت أن هناك اتصالات ولقاءات بين مسؤول الشباك وبين رئيس أبو مازن. رئيس الشباك هو المسؤول الواضح عن كل عمليات الاغتيال بحكم اختصاصه. نحن نتحدث عن وقائع. الرئيس عباس مثلا ما زال يفرض عقوباته على قطاع غزة، وقطاع غزة يعاني بشكل واضح من هذه العقوبات إلى جانب الحصار الإسرائيلي. الانقسام ما زال مستمرا في السلطة نتيجة عدم رقمة الرئيس عباس في تقديم التزاماته بخصوص المصالحة الفلسطينية، بل انتقل هذا الانقسام إلى داخل المنظمة بحيث أصبحت الجبهة الشعبية والديمقراطية وغيرها لا تحضر اجتماعات المجلس المركزي. هناك استمرار للتنسيق الأمني على الأرض وفي الغرب وفي الاتصالات بينه وبين الجانب الإسرائيلي. نتحدث نحن عن وقائع حقيقية ما زالت تجري في مجملها خطير وأخطر من مجرد الحديث عن إمكانية يعني قيام كونفدرالية. أنا أقول بشكل واضح يجب احترام مشاعر شعبنا الفلسطيني. تضحياته، دماء شهداء وجرحى وآهات أسرى في داخل سجون الاحتلال وأهالي الشهداء والأسرى، لا يمكن أن نتحدث عن اتحاد بيننا وبين الاحتلال الإسرائيلي. حتى لو انسحب من 67 كما تفضل الأخ منير، سيبقى هذا عدو، سيبقى مغتصب لباقي الأرض الفلسطينية. أنهار من الدماء أجراها هذا الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. هذا تبهيت لمعاني الصراع، هذا استهتار بمعاناة شعبنا الفلسطيني، ولا ينبغي أن يكون، ولا حتى من باب المناورة السياسية. مرة أخرى المناورة السياسية مع الاحتلال تكون حينما تكون هناك مقاومة مشتعلة على الميدان، أما معارضة مثل هذه الفتشات الإعلامية أعتقد أنها غير مادية. طيب دكتور صبري، هل الاقتراح الأمريكي هذا هو جزء من يعني صفقة القرن؟ أظن أنه تضليلي إعلامي لتغذية الصراعات العربية الموجودة ولحدوث ما نشاهده الآن. إخواننا في الفلسطينيين حماس والسلطة الوطنية وحتى داخل السلطة الوطنية في مواقف متباينة. الإخواننا الفلسطينيين يعني ما في استراتيجية موحدة تقف في وجه الاستراتيجية الصهيونية القائمة على ابتلاع الأرض وخفض التوقعات. نتمنى لو أنه في
اتجاه ديناميكي يتعاطى مع المتغيرات الموجودة. يعني كنا نتوقع من السلطة الوطنية أن تتعامل مع ما قامت به السلطات البولندية في موضوع المحرقة والقول بأن المحرقة ليست كالرواية الصهيونية الإسرائيلية اللي كسبت تعاطف العالم. كان أمامنا كثير من الفرص في التحولات الأوروبية في الرأي العام والبرلمانات الأوروبية أن نكون ديناميكيين أكثر، لكننا إحنا متمسكين بموقف ونعلن هذا الموقف. طيب. وإحنا قاعدين محلنا مع شوية شغل متواضع، وفي انفكاك من الدعم للدعم العربي حول إخواننا الفلسطينيين، وهذه التصريحات تربك الوضع أكثر مما تيسر لنا أن نتجه باتجاه الحل أو التعاطي أو التأثير على ما يدور حول هذه القضية. إحنا كما يقولوا في الريسيفينج إند، يعني إحنا عندنا في الطرف المستقبل لما يقرره الأمريكان واليهود، ودون تأثير ذا بال في هذا الموضوع. طيب سيد منير، أيضا تحضر إدارة الرئيس الأمريكي كما تعرف يعني خطة سلام لم تتضح بعد معالمها، يعني ابتدأت بنقل السفارة ورفع الدعم عن الأونروا، ومرورا بهذا الحديث عن الكونفدرالية، هل باعتقادك أن كل ما يجري هو يعني تمهيد لصفقة القرن؟ هو تطبيق لصفقة القرن، وانت يعني غفلت عن نقطة رابعة وهي فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وإيجاد مخرج مائي ومدرج في إيلات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. هذه هي الخطة، هذه الخطة الأمريكية التي سوف تطرح للسلام: تفتيت الضفة الغربية، فصل عن قطاع غزة، القدس عاصمة لإسرائيل، إلغاء حق العودة، الأجيال التي جاءت في الشتات لا علاقة لها في فلسطين، حوالي 5 مليون لاجئ، فقط نصف مليون لاجئ الذي سوف تعترف به الولايات المتحدة. هذه هي خطة الولايات المتحدة للسلام والمرفوضة فلسطينيا، والتي رفضها الرئيس محمود عباس، وما زالت حركة فتح والقيادة الفلسطينية ترفضها لهذه اللحظة. وبالمناسبة عملنا الدولي عملا ليس متواضعا، أحرزنا تقدم كبير على الساحة الدولية، الاعتراف الدولي في فلسطين في الأمم المتحدة يعني مشهود له في كل الساحات، وكان عملا وضع النقاط على الحروف. هناك الكثير من الخطوات القادمة على مستوى السياسة الفلسطينية الخارجية وأيضا الداخلية، إذا رغبوا الإخوة في حركة حماس إتمام المصالحة الفلسطينية الداخلية. سيد حازم، أخيرا يعني هذه الكونفدرالية مع الأردن تقول أنها فكرة غير قابلة للتطبيق، وهي باعتبار يعني وهم، كأنه وهم، ولكن ماذا لو اتبعت الولايات المتحدة سياسة فرض الأمر الواقع كما حصل مع السفارة وكما حصل مع رفع الدعم عن الأونروا؟ هل تتوقعون ذلك؟ واضح أن الإدارة الأمريكية انتقلت من مربع الانحياز إلى الاحتلال إلى مربع المشاركة في العدوان على شعبنا الفلسطيني. هي الإدارة الأكثر انحيازا للرؤية والرواية الإسرائيلية، فلن اتخذت مجموعة من الإجراءات العدوانية مثل نقل السفارة ومثل قطع المساعدات عن الأونروا بشكل نهائي، وبالتالي متوقع منها أن تفعل كل شيء لتصفية القضية الفلسطينية. لكن الأمر حقيقة منوط بنا كفلسطينيين في مواجهة هذا الأمر. أمريكا اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلت السفارة، لكن هل هذا سيغير من الحقائق التاريخية شيء؟ هل هذا سيوقف نضال شعبنا من أجل استرداد هذه المدينة المقدسة؟ هل قطع المساعدات سيوقف مطالبتنا ونضالنا وجهادنا وقتالنا لتثبيت هذا الحق؟ أنا أحيلك فقط إلى من يعارض أن من يعارض صفقة القرن حقيقة هم المشاركون هنا في قطاع غزة في مسألة العودة وكسر الحصار، الذين ثبتوا بدمائهم حق العودة. في اليوم الذي كانت تنقل السفارة إلى القدس كان هناك أكثر من 60 شهيد. للأسف انتهى الوقت سيد حازم ليرسلوا رسالتهم. لذلك جهادنا ونضالنا وقتالنا سيمنع الإدارة الأمريكية والاحتلال من فرض أي وقائع أو تضييع حقوقنا. جزيلا لك سيد حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، كنت معنا من قطاع غزة. كما أشكر السيد منير الجاجوب رئيس المكتب الإعلامي لحركة فتح، شكرا لانضمامك معنا، وأيضا الشكر موصول لك دكتور صبري ربيحات وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الأسبق. الشكر لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.